طيب في أمر ثالث يا شيخ، يعني هل يجوز تأليف يعني مثلا بعض القصص أو حاجة يعني ملاش مستند برضه أو حاجة، يعني مثلا الخطيب بيألف قصة أو حاجة وبعد كده يقولها على المنبر؟ ينسبها لصحابي أو تابعي لا يجوز. لا 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 مش لصحابي، يعني مثلا نقول كان في واحد مثلا يعني واحد حصل معه كذا 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 قصص وهمية، قصص وهمية للوعظ يعرض ولا يصرح.